فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: عندما توفي والدي رحمه الله قررت في نفسي وحلفت أن أتصدق بكل ما يأتي إلي من الميراث. عندما توفي والدي رحمه الله قررت في نفسي وحلفت أن أتصدق بكل ما يأتي إلي من الميراث صدقة عن والدي، ثم بعد توزيع الإرث الآن لم أفعل هذا وأخذت المبلغ لي، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان مجرد نية في قلبك فلا يلزم هذا، أما إذا تلفظت، إذا تلفظت بهذا يلزمك أن تنفذ ما تلفظت به. نعم.